وات يا ابو ياي افتح يا سمسم. اوكي شباب، هذا طبعا ريفرنس للعبة زلدة. اوه هذا الكريستال تاور، لازم اصعد فوقه. اح اح اوكي سيكرت اريا. يقول انا ما جاي اطبخ اي شيء. طبعا هذا هسه اقدر افلش هذني القبور. كل بوس اوه ينطيني فلوس هم. هلا هذا يرمي، نسيت يرمي. المنطقة الذهبية. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ هلا بكم قناة العاب خوف وشاري او راكي جيمر. اهلا بكم بالحلقة رقم 3 من لعبة سوبر لاند. اوكي شوي شوي جاي يصير اقوى. نايس نايس، بعدين اقدر ادمر القبور مالاتهم هذول. نايس نايس، احتاج وايد فلوس. المهم وين كنا اخر مرة؟ حتى نسيت. اوكي ياب ياب ياب، اكو على هالجهة اليسرى. اخر مرة صعدت لفوق وخذيت لحول. اوكي اخر مرة صعدت لفوق وخذيت الصندوق. ياب ياب نايس، بس بعد اكو دراهم منا لازم اخذهم مثل هذن. صراحة اللعبة حيل تونس. وهي خفيفة بس لين مشغل تسجيل وياها صاير اللعبة ثقيلة. اوكي فتشتغل على اي حاسبة. وش اوكي شين هنا؟ اعتقد هذا اختصار، اعتقد. اوكي يا هو تعال ابلع. نايس نايس، بعدين شو بعدين اللعبة تصير اكثر تعقيدا يعني. هسه بسيطة كلش. يقول لك اذا لست هاي لا حول. ها عندك وش وات ليش جاي تدمج. المهم هنا انا شكو. اوكي اللعبة ايزي مو صعبة. ياب احتاج هذا بعدين اقدر افلشه. اوكي هنا انا عندك اختصار اعتقد. نايس نايس. اوه هذا هو المفتاح، هذا المفتاح اللي اريده حتى شيني حتى افتح هاي. اوكي حتى اصعد لي هنا احتاج اشغل هاي. اوكي حتى اشغل هاي، واحد اثنين. الثانية وحدة تطول. وات زين، اذا طفر يعني يمكن يطق المفتاح وينزله، ما ادري. ياب العبقرية، ثلاث طفرات عندي بعد شريد. تعالوا وياي. للاسف يعني التسجيل او الصورة مو حلوة. اوكي دقة اللعبة. وات يا ابو ياي افتح يا سمسم. شيش اذا طحت يبلح يختفي، بس احس اكفر شيء جوا يعني. يس انها العبقرية. اوكي مناطق سرية ويا الظلمة. وات هي الدنيا مو ظلمة اكو مناطق سرية، ايش حال لو ظلمة؟ اوكي شكو هنا عجيب يا اخي. شوف شنو هاي على الجهة. يب اكو وات اوكي اكو ضوء فوق، اكو نزلة يعني من فوق.
إذا صعدت فوق الماب يعني. ماكو شي هنا. شوف شكو هنا. ماكو شي. لا. يب. اوه. وشنو هو؟ اوه. يقول لك. يا هذا. اوه هذا شو اسمه؟ اوكي خلي اوخر هاي. اوكي شباب هذا طبعا رفرنس للعبة زلدة. اوكي. اوخر. رفرنس للعبة زلدة هذا. شنو يعني رفرنس؟ يعني يجيبون سيرة لعبة. او يجيبون سيرة فد شي عمل مثلا فيلم يجيبونه يخلونه بلعبة بكل بساطة. ياب يقول لك كيد هات ادفنتشر كيد قبعة المغامر قبعة الفتى المغامر. اوكي ما اقدر اخذها ما اقدر افتح الصندوق وعشرة بالمية نايس نايس ولو هي اللعبة ايزي يعني ما بيها شي صعب. اوكي نايس يا ابو نسد الباب اوه هالمكان هذا نايس نايس شوف وين شلون اكو اختصارات يعني اختصارات عجيبه يعني بنهايه اللعبه تلقى اختصار يوديك لبدايه اللعبه سبحان الله. اوكي ايش نشتري هنا أنا؟ هيل 15 ينطيني او ينطيني 10 دمج لا اصلا ما اقدر اشتري الدمج يا اخي مزعج هذا نايس يزداد الهيل بنسبة 15 نايس نايس عندك هنا بارل او برميل اوكي اهم شيء سهولة التنقل بهاي اللعبة اوكي ابلع لا ما ابلع ابلع صدق هذول الزغاب بعد ما مو مزعج بعد بسرعه يموتون طقه واحده وا يابا هذول راد لهم طقتين والزغار راد لهم طقه واحده اوه والله دمجت هسه يا اخي خلي نسولف اريد اصعد فوق هنا شلون اصعد ما ادري لا يا اخي اوكي هاي المنطقة استكشفتها ابلع بعد ما يخاف من عندهم هذول خل استكشف على هاي الجهة وات يب طقيت بالصبار خل اكمل طريقي يا اخي ليش بنص الطريق ووقف اكفرت شي هنا انا اوكي ادري المحتوى شلون مبهدل ما ادري وين اروح بس هي هاي اللعبة تمشي والله كريم وين توصل مو مهم اكو طريق منا واكو طريق مناك اوكي نايس لا وين هو العدو هذا هو ابلع ابلع فلوس اوكي اشوفهم على شكل فلوس وش نايس ايه يا خلي اوكي هذا اختصار لا نايس تعال يريد يطقني وات ابلع اب اب ابلع لا ابلع ابلع يا اخي السريد ظل هيك نايس 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 اعتقد اكو هنا انا فريد شي همينه بس حاليا خل اشوف شنو الوضع اللي هنا اوكي
نايس. يقول لك go get the ما ادري شو اسمه. نايس. او وات يمتى صارت يمتى فلل هذا مالت الفلوس. وات يقول لك هاي you will need this. انت ستحتاج الى يا اخي الكيوب هذا لا ستحتاج الى هذا. صار عندي 120 فلوس اقدر اشيل 120 يعني. نايس نايس. هاي منطقة جديدة. Get the top of the crystal tower. Crystal tower. اوكي شوف وين الكريستال تاور. هذا الكريستال تاور لازم اصعد فوقه. نايس. اوكي نجي هنا. لا لازم ما هيك. نايس نايس. بويا جاي اتعدى على المناطق هيك ما جاي اقدر اركز يعني. ما جاي يستكشف بشكل منظم خلينا نقول. اوكي اح اح هولي شيش. يب ايزي بس الدمج هاي. اوكي لسم ايزي. يا اذا بعيد ما يرمي علي. نايس نستكشف هنا. أنا شوف شيني هاي. اوكي يا هات بلع. بدأت تصير اللعبة سهلة يعني. سيكرت اريا اخيرا. يقول لك فورس كيوب تيلي فارج. شيني تيلي فارج شيني يعني هاي. The next level of cube spawn the كيوب وانا امني تو ذا كيل ات. يقول لك اذا خليت عليهم راح يموتون اسرع هيك. اوكي يعني راح يدمج الكيوب هذا. هناك 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 اكو صندوق. راح يقتلهم هسه هذا الكيوب اذا خليته فوقهم بسرعه يقتلهم. يعني بس يجي سونا يقتلهم. نايس نايس. اوكي بعد اكو درهم ياب هناك بس اكو صندوق هناك ما اقدر توصل له. ايزي ايزي اللعبة صراحة. دم ما تقش قدر. ابلع لا تتعب نفسك. ابلع ايزي اللعبة صغيرة. وش ياب ياب منا الطريق. ان شاء الله ارجع لذاك الصندوق. اوكي يصير لي مجال. نايس. ياب 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 وصلت للصندوق. نايس سيكرت اريا. هيل هسه راح يصير عندي 80 هيل. نايس 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 نايس. اهو والله اقدر اكتله. اوكي ما ادري هو داخل يا اخي ما اقدر اكتله. المهم اللعبة صراحة ايزي بنفس الوقت حلوة. اوكي ما تحتاج انجليزي قوي حتى يعني تلعبها. شنو هالبيت يقول لك هاي. I will open the ستة ليفت. اوكي يحتاج نفس هذا اني ست. العفو صديقي يحتاج نفس هذا اني القوقعات او مال البحر ستة مطشرات بالماب هذا حتى اذا جبت لي راح يفتح لي البوابة هاي. وهنا انا اعتقد اكو سر او سيكرت اريا. اوكي اكو اعداء جاي يرمون علي. نايس كنت انوع بالاعداء.
اوكي اوكي يا اخي اه اريد اصعد فوق. اوكي اه ويعور يعورون اه وات ايش سويت؟ اوكي خلينا نستكشف اول شي فوق هنا بننزل حدر وعندك هنا اول قوقعة اوكي او ما ادري ايش اسمها مالت البحر. هنا انا عندك اوكي يا اخي ما احب هيك استكشف كل شوي تروح لمكان جديد. كنت تستكشف المكان اللي انت بيه هنا وبتروح تستكشف المكان اللي بعده. عندك هنا انا دقمه ممتاز مكان حلو اوكي ياب ما اقدر اوصل لي فوق ممتاز احتمال احصل قدرة اوكي او بس ادوس هاي الدقمة ياب شغلتها ياب شغلتها شغلتها ان شاء الله ما بس ثانيتين وتوقف. اوه وات وين المفروض على على هاي الجهة. اوه نايس نايس سجلي سكرتيريا لا مو سكرتيريا هاي شيش شنو هذا ريد مون لوك فيري يبدو قيما جدا هذا المون شو يسمونه الهلال الهلال هذا يقول لك راح تستفاد من عنده. اوكي ليش لا احنا علينا نجمع بس. اوكي هنا انا عندك nothing بس شغله حلوه انه تقدر تصعد فوق ناطق العالية ليش حتى تقدر تشوف كل شيء من فوق. اوكي شو الفائده حتى تقدر تشوف المناطق السريه بسهوله. اوكي نايس نايس يقول لك سورد دمج 2 شو الفائده هسه انا 40 صار 42 يعني شو الفائده. اوكي وش هنا هم يمكن تلقى صندوق بس للاسف ما اقدر اوصل نو بروبليمو. اوه تقدر شقد ما تريد تصعد تصعد اوح ما اقدر اصعد. المهم انا جاي افتر فوق الماب احتمال جاي تفوتني شغلات شغلات مهمة وهاي واحدة من الشيلز. اوكي نايس انا شاكو جاي استكشف بشكل غير منظم يعني احتمال تفوتني شغلات. اوكي انا جيت من ناكا هاي المنطقة تعديتها لازم هسه ارجع استكشفها لو خل ارجع هسه استكشفها. اوكي شيش الاستكشاف شلون ندخل هنا يقول لك under the crystal there is a more range يب 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 اي وش الفايدة من هذا المكان ماكو فايدة. اوكي نايس لحد الان وهاي هي الشيلز صارن ثلاثة وبقن ثلاثة. اوكي نايس بعد اكو منطقة فوق اعتقد ما مستكشفها المفروض ما انزل لي هنا. نايس نايس لحد الان الوضع نايس يعني. اوكي هاي المنطقة ما مستكشفها اوش انا هنا انا وصلت قبل شوي ندوس هاي ينفتح البوابة يحسب لي 3 ثواني وينسد البوابة. اوكي يا اخي المكانات اللي تقدر توصل لها باللعبة نايس نايس. اوكي سيكرت اريا اوه
ابلع. اوكي يقل لك فلوس تقدر تشيل هسه 240. نايس نايس. احس اللعبه شوي شوي جاي تسهل لو انا اتخيل. عندك هنا لو خل نصعد بعد. اكو جماعه هنا واكو منطقه سريه احتمال القاها. اح ما اريد انزل هسه. نايس. بعدين بعدين اروح لهم. هسه خل استكشف هاي التاور. اوكي الشي يسمونه البرج. ياب حتى افتح هذا الباب بكل اختصار لازم اخلي هاي هنا. اوكي نايس. وهسه نفتح البوابه راح ينزل الكيوب. اوكي المفروض لا لا حول. تعال ارجع من جديد. المهم خلي كيوب هنا مفروض يقدر يكض الباب يعني ما يسده مفروض. عش نايس اكزاكتلي. اوه المنطقة الذهبية سيكرت اريا هاي. يقول لك اوه هولي سورد. هولي سورد يعني دستروي وودن جريف. نايس نايس. هسه اقدر افلش القبور القبور شو يسمونهن الخشبية. حتى بعد الوحوش من هذا ال هذول الصغار ما يطلعوا لي الاعداء الصغار. بس انا ما راح اسوي هيش. ليش؟ لان اريد فلوس من عندهم. نايس نايس. لحول. اوكي نايس. اعتقد بس هاي. اوكي المنطقة السرية هاي هي بعد ما بيها شيء. نايس. نستكشف البرج. ما اعتقد راح نلحق هسه هاي الحلقة. دام جيد عالي. لا جاي يطبخون كريستال. كريستال ازرق. يدمج هذا. نايس حصلنا شيلز بقت الاثنين. وهاي هي يعني ما الحلقة شي هنا. او صندوق يقول لك سبيد ريجينيشن سبيد. نايس راح يرجع بسرعه. اوه اي ام نوت كوكينج. يقول انا ما جاي اطبخ اي شيء. طبعا هذا من الملابس مالته من شواربه من نظارته من حكي ومن اللون الازرق. هذا اسمه يا اخي حتى نسيت اسمه. المهم من مسلسل بريكن بيث. اوكي جاي يطبخ المث الازرق. اوكي ما حد تعرفون شنو هو المث الازرق. اوكي هسه اقدر افلش هذني القبور كل بوس. اوه ينطيني فلوسهم بس ما راح افلش لان احتاج من عندهم فلوس يعني حتى يطلع لي اعداء واظل اقتلهم واحصل من عندهم فلوس بكل اختصار. اوكي هسه ندور على الشيلز او الـ او ال شو يسمونهم. هلا هذا يرمي. نسيت يرمي. ما كان قصدي افلش ال شو اسمه. ما كان قصدي افلش القبر. اي شنو بسرعه انجلد. شو السالفه؟ اوكي اول شيء خلف اول شيء خلي استكشف ذيك الجهه. ابلع ابلع. خلي استكشف هاي الجهه بعد ما مخلصها. وين انا طلعت منها انا قبل شوي ورحت على هاي الجهه. لا
ادري احس بهالمنطقة كفر تسر يعني. القبور هذني ما اقدر افعل شيء. نايس نايس. اوكي. نايس. اوش هنا انا او. كل شيء اخضر. اوكي اوكي اوكي. ما اقدر ادخل. وك صندوق كبير. شلون راح ادخل لهالمكان؟ شلون؟ لازم اكو فتحة اكو فرد شي. وات؟ اذا ماكو فتحة او ماكو اي شي اذا الطريق مو من الحيطان يعني. الطريق من جوا. اوكي؟ استكشف البقية. بقت هاي المنطقة اللي بالنص لازم هيك الاستكشاف، ما يصير استكشف بشكل مخربط. عندك هاي المنطقة اللي اذا فعلتها راح تفتح الباب، وعندك هاي الزرقاء احتمال احتاج قدرة معينة حتى افلشها، اوكي؟ اذا ظليت قاعد هنا يفتح لي بوابة فوق. او هاي اللي شو تسوي؟ استغفر الله. اللي تخليني اطفر. اوكي اختصار. نايس لحد الان الوضع نايس يعني. عش ما المفروض تكون الحلقة نص ساعة، لازم انهي. بس يا اخي عندي فضول. اوه بقت لي ايش قد؟ بقت لي وحدة شيلدز. اوكي يا اخي اللعبة حلوة تاخذ وقت النوبة. او نايس نايس. كان يقول لي تعال شوف هنا شكو. ايزي. اوكي فتح الباب. ياب اكزاكتلي سيكرت اريا. ينطيني درع هذا. ثلاثة دمج. وات ابسورب وات اونلي دمج ذات. المهم راح يحميني جزئيا. اوكي فهسه لازم انهي الحلقة، بس خل القى الشيل الاخير على الاقل. يلا نشوفه بالحلقة الجاية. اوكي اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك والسبسكرايب. اوكي واذا عندكم شي تقولونه اكتبوا لي، او لعبة تريدون العبها اكتبوا لي بالتعليقات. نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل. يلا باي.